السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من قناة تصوير بالمصري. معاكم أنا أحمد فتحي، وهنتكلم النهاردة بإذن الله عن مثلث التعريض الضوئي أو الإكسبوجر تريانجل. مثلث التعريض الضوئي أو الإكسبوجر تريانجل، يعني إيه مثلث تعريض ضوئي أو يعني إيه إكسبوجر تريانجل؟ ده حتى لما قلتها بالعربي أنا ما فهمتهاش. المقصود هنا بالتعريض الضوئي هو تعريض سنسور الكاميرا او حساس الكاميرا للضوء. طبعا سنسور الكاميرا او الحساس ده هو المسؤول عن تكوين صورة فوتوغرافية في الكاميرا. مثلث التعريض الضوئي ده بيتكون، طبعا باين من اسمه ان هو مثلث. المثلث بيتكون من ثلاث اضلاع. الثلاث اضلاع في مثلث التعريض الضوئي هما الايزو، الشاتر سبيد، ابيتشر او فتحة العدسة. ايه الكلام ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا مش فاهمين اللي بتقوله ده. احنا هنعمل حلقة متخصصة لشرح كل ضلع من اضلاع المثلث، يعني هنعمل حلقة للايزو وحلقة للشوتر سبيد وحلقة للابيتشر، بس الحلقة دي بتتكلم بصفة عامة عن مثلث التعريض الضوئي، لان ده اساس اي صورة فوتوغرافية لازم يكون عارفه اي مصور. لو حابب تبدأ في المجال، نصيحة مني، لو عرفت مثلث التعريض الضوئي ده وحفظته وفهمت التكنيك بتاع انك ازاي تشتغل بيه، صدقني انت كده يعتبر عرفت يعني ايه تصوير فوتوغرافي. لو حفظته بطريقة صح، عرفت تستخدمه زي الكتاب ما بيقول، انت كده يعتبر معاك اساس التصوير الفوتوغرافي. تعرف تصور اي صورة فوتوغرافية في اي وضع، ايا كان، في اي ظروف، اضاءة، ضلمة، بالليل، بالنهار، اصور اشخاص، لا انا اصور لاندسكيب، لا هصور منتج. كده انت معاك الاساس، معاك القاعدة الاساسية لاي صورة. بعد كده بقى تيجي مع الوقت تتعلم ازاي التكنيك تصور دي، ازاي تصور دي، ازاي تصور دي، بس خلاص انت بقى معاك الحاجة الاساسية، الحاجة اللي قايمة عليها التصوير الفوتوغرافي كله. بس وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، وان شاء الله هنعمل حلقات مخصوصة لشرح الاكسبوجر تريانجل بكل ضلع فيه. اشوفكم في حلقة جديدة.